اسوأ حاجة في الدنيا ايه؟ ان انت تفضل تحب انسان، تفضل تحبه، يزعلك وتحبه، يضايقك وتحبه، يجرحك وتحبه، وتقول معلش، ما يهونش عليا، بحبه، ينعل ابو الحب. الست اللي قدامنا دي طبعا من الواضح جدا ان هي عندها مشكلة عاطفية رهيبة، ولكن ايه اللي يخلي واحدة زي كده حتى لو عندها مشكلة عاطفية ممكن ان هي تتكلم بالطريقة دي؟ ينعل ابو الحب. حب ايه ونيلة ايه اللي من غير غرامة؟ اي حد هتلاقي عينيه بعيدة عن بعض دايما الشخص ده بيكون متسامح جدا، وللأسف احنا قلنا قبل كده كتير الشخص اللي بيكون متسامح ما تاخدش كلمة تسامح دي بالمعنى فهو متسامح فهو طيب، لا مش شرط، يعني اقصد ان معناها كده متسامح هو طيب بس المشكلة ان هو دايما بيبص للصورة ككل، فاذا كان في استفادة من الصورة بيبص يعني لنص كوباية المليان. ففي الفيديو ده نص كوباية المليان ان هي بتوصل له رسالة وفي نفس الوقت هي بتفش غلها وكنوع من التسامح، ان هي مش واخده بالها ايه المشاكل اللي ممكن تعود عليها من ده، لانها متخيله ان المفروض كل الناس تكون متسامحه، لان اي بني ادم في الدنيا بيكون عنده صفه بيسوقها دايما للناس، يعني بيبقى متخيل ان كل الناس بتفكر زيه. والله ما ينفع، لازم تعمل لقلبك ستوب، بتقول له ستوب، اوف 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 كفايه. والسبب برضو اللي يخليها تعمل نفس المنظر اللي انتوا شايفينه ده ان الست اللي قدامنا دي او البنت اللي قدامنا دي هتلاقي الخدود عندها مقلبزه شويه. النوع ده من الناس بيكون فظ. بمعنى ايه فظ؟ يعني ما بيحطش نفسه دايما قدام الشخص اللي هو بيتكلم معاه. وضيف على السمة دي السمة التانية الفم الكبير، واي حد احنا اتفقنا ان الفم بتاعه كبير معدي العين، فالشخص ده بيتكلم من قلبه اكتر من عقله، فالنوع ده من الناس للأسف بتكون الفظاظة عندهم اكتر. ربنا يعينها طبعا على اللي هي فيه. لو مش فاهم حاجة من اللي انا بقوله ده اشترك في القناة واتفرج على الفيديوهات اللي هناك هتفهم انا بتكلم في ايه اصلا. سلام.